احنا مثل اللاعبين المحترفين ننتظر العروض الان. اذا في عروض ان شاء الله لما لا، ان شاء الله ممكن ان نقدم شيء خاصه للشباب. فقط قلنا انه المدرسه الجزائريه تتفوق دائما، ولا ادري هل عندك وقت ولا خلاص. تفضل تفضل. يعني الشاب الجزائري مبدع، يعني الان تروح اي قناه فضائيه تحصل جزائريين موجودين. ربما هناك بعض الجزائر لا يظهرون على الشاشه لكن موجودين في التحرير، موجودين كمسؤولين، موجودين مدراء في قنوات، يعني قنوات كبيرة عالمية أيضا في أمريكا، في 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 إنجلترا، في العروض إن شاء الله. أنا عندي بعض العروض لكن إن شاء الله هنا في الجزائر العربية وعربية. وعربية ممكن تكون محلل في بلاتو للدوري الإسباني؟ محلل؟ لا لا، تفضل أن تبقى صحفيا. صحفيا